أما في غزة، صيغة أمريكية جديدة وضوء في آخر النفق لإيجاد صفقة في القطاع. وفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين، فإن مدير وكالة المخابرات الأمريكية بحث مع نظيره الإسرائيلي والقطري مقترحا يقضي بوقف القتال لمدة 28 يوما مقابل إطلاق 8 محتجزين إسرائيليين. المقترح أيضا يشمل إطلاق إسرائيل عشرات الأسرى الفلسطينيين من السجون. ورغم أنه يحمل بوادر تهدئة، إلا أنه لا يتضمن مطلب حماس، والذي ينص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع، إذ يبدو أن إسرائيل متمسكة بهدنة محدودة. مسؤول إسرائيلي رأى أن تل أبيب قد توافق على هدنة مؤقتة، لكنه أيضا شدد على صعوبة التوصل إلى اتفاق دون تخفيف حماس لموقفها من هدنة أوسع قد تتطلب خطوات إسرائيلية لا رجعة فيها.